أبرز النجاحات للكرة المصرية أو لمنتخب مصر كانت بتبقى مع مديرين فنيين مصريين زي الكابتن حسن شحاتة والكابتن محمود الجوهري. ليه دلوقتي الكرة المصرية أو منتخب مصر بيتجه ناحية المدرب الأجنبي وما بيفكرش في المدرب المصري؟ يمكن بعد التجربة بتاعتكو الفكر كله للمدرب الأجنبي، مع أن أغلبية دول شمال أفريقيا، يمكن شفنا وليد الركراكي مع المغرب وجلال القادري مع تونس، أكتر من مدير فني محلي بيقود المنتخب بتاع الجزائر والجزائر جمال طبعا بالماضي. جمال بالماضي، ليه دلوقتي الكرة المصرية رغم أن نجاحاتنا مع كابتن جوهري وكابتن حسن شحاتة ليه ما بنفكرش في المدرب المصري بعد تجربة؟ السبب الإعلام. الإعلام انك انت هدي تجربه اخيره بتاعت هاب جلال، تجربه ما كانتش ناجحه، هو ضغط كتير من الاعلام، في متفق دايما وفي معاك وفي مش معاك. بصراحه الاعلام لما مع المدرب الاجنبي ما بشوفش كلام بيتقال ولا فيش اي حاجه بتحصل يعني، فاهم؟ مع المدرب المصري زي ما شفنا كده الامور بتبقى مختلفه شويه. فوجهه نظري الشخصيه بصرف النظر عن فيتوريا مدرب جيد، انا شفته في كل المباريات، ومدرب ان شاء الله نوصل على هدف حته ان شاء الله افضل من اللي احنا وصلنا له قبل كده، ولكن اشوف برضو الاعلام عندنا بيبقى ليه دور كبير جدا جدا جدا.